الفنانة نزلي الرواس، أول شيء حابين نرحب فيكي، واليوم عم نشوفك بالمؤتمر الصحفي لإطلاق الجزء 11 من باب الحارة، وهو عملك الثاني لهذا الموسم. حابين تحكي لنا أكثر عن شخصيتك فيه؟ أنا من الجزء العاشر موجودة، عم بشتغل فيه شخصية، بلعب شخصية أم عزام. أم عزام مرت زعيم الحارة، هي شخصية مستقلة. طبعاً هي شخصية مانا تابع أو تتمة لأي شخصية كانت موجودة بالأجزاء السابقة. حبيت فيها القيادية، المرأة القيادية، عم نشوفها بطريقة تانية، عم نشوفها بطريقة أحلى أقوى. انبسطت فيه لهذا العمل، انبسطت بالحتوتة الموجودة، و يعني الإداعش لسه عم بيكون على الشيء اللي أنا قريته، لسه أهم بكتير. اليوم ذكرتي لي أنك أنت هي الشخصية ما لها تبعية لحدا. اليوم من شروط الفنانة نزلي الرواس لحتى تأخذ شخصية أنه هي ما تكون نازلة بدال دور حدا إذا كان العمل له عدة أجزاء؟ لا، هلا انت ما حلو اصلا انك انت تكفي شغل حدا، يعني انه حدا يكون مشتغل على كاركتر وتعبان فيه وانشهر فيه او وتجي انت ببساطه تاخذ العمل وتكمل. انا شخصيا لا، ما بستمتع فيه وما بحب، وشغله يعني انا بالنسبه لي لا، هي ما انا اخلاقيه ابدا على فكره. كمان انضميتي لاسره مسلسل شارع شيكاغو من فتره، حابين نعرف شو هي شخصيتك اللي انت عم تجسديها، وسمعنا انه هي بعيده عن الادوار الشريره اللي انت عرفتي فيها اكثر. بلعب شخصية جورجيت، صحفية مترجمة، خليني أقول يهودية، حدا بكتير من البساطة، كتير كفو، كتير موجود للآخر. كتير استمتعت فيها، رغم أنه أنا طول ما كنت أنا قاعدة عم بقرأ أنا عم بنطر أنه إمتى بدأ تقتل، إمتى بدأ تعمل شيء قصة، إمتى بدأ تعمل شيء مشكلة، إمتى بدأ تكون يعني راس بشيء قصة فظيعة. بعدين بكتشف أنه لا، هي ببساطة كتير كانت سلسة وكتير لطيفة، وبالفعل كفوة للأقصى. يعني حتى إذا بكرة يعني بس تشوف العمل لح تشوف أنه تبع أنه برافو. فبوقت اللي أنا كنت قاعدة مع المخرج فعم قل له أنه أنا طول الوقت كنت قاعدة عم بنطر يعني وين الشر اللي بده يطلع، فاستغربت أنه لا أنت شايفني هيك، عم قل لي لأنه أنا شايفك هيك ولأنه أنا بعرفك فأنا حابب أقدمك بطريقة مختلفة. فكتير استمتعت وانبسطت بهذا الشيء، ولنشوف بكرة إن شاء الله. بعدين نحن بالنهاية عم نشتغل فترة ستينات، يعني هذا الشيء بجوز ينعاد بالحياة مرة تانية، بجوز لا. فأنا بالعكس كتير مبسوطة فيه، وإن شاء الله نقدر إنه نوصل ولو جزء كتير بسيط من الستينات. الشيء اللي بعرفه أنا إنه لحد الآن بهذا الموسم أنت إلك باب الحارة مشاركة فيه وشارع شيكاغو، في أعمال تانية عم تدرسيها أو عم تقريها، ويا ترى شو أسباب إنه بس عملين؟ يعني هذا الموسم انه عملين للفنانه نزلي رواس، ليش؟ هلا هو انا بالسنين الماضيه من المفروض انه كنت دائما بعمل بالموسم عمل واحد، ممكن يكون ضيفه بعمل ثاني بس مو اكثر. السنه لا، للاسف كل شيء ورق قريته ما حبيت اني انا اكون موجوده، لانه في شغلات ما حسيت انه عم بتقدم شيء جديد، مجرد لغو، مجرد تسكير وقت، مجرد اعلان، ما في شيء مهم. والشيء اللي قلت انه اي ممكن نكون عن شغاله فيه او شيء، فنحن ما اتفقنا ماديا او الكاست ما زبط معي، فكرمال هيك لا قفلت على هدول، وحلوين وزراف ومعجبة فيهم. نحن بنعرف كمان هلأ بفترة انتخابات نقابة الفنانين، الضجة الكبيرة اللي عملتها انه الفنان النزلي الرواس ما لم انتسبة للنقابة. اليوم في كتير اسماء مرشحة، حابين تقولي مين هو الاسم اذا صار نقيب الفنانين الجديد انت ممكن تنتسبي مرة تانية للنقابة؟ هلا انا بالنسبه لي ايه، يعني هلا استغربت انه الكل عم يسالني على قصه الانتساب. لا، انا شخص ماني منتسب للنقابه، مع العلم انا بشكل اوتوماتيكي من المفروض اني انا اكون موجوده، لان خرجت 2006. يعني متفائله هلا بالشيء اللي هن عم يعملوه، اني حاسه انه صار في ضوجه غير المعتاده. يعني انا اول مره بسمع بكل هدول التفاصيل وبكل هدول الاسماء اللي مترشحين، ما بعرف شو حيكون الي وشو علي، بس بتمنى انه نروح بالاتجاه الصح. متفائله مبسوطه، وبتمنى طبعا من كل قلبي فادي صبيح، لانه هو قريب، زلمه كتير كفو، كتير ظريف، دائما بيسال بوقت التصوير بينوجد، فبتلاقي هيك معك للاقصى يعني للاخر. بحب انه هو مثلا شخص بيسال، موجود دائما بالحياه يعني، فهذا الشيء يعني انسان ببساطه، كتله اخلاق، فانا بتمنى له كل الخير وان شاء الله يا رب.